ما جرى في كركوك هل يعد مقدمة لتصعيد أخطر وأبعد ربما، أم أن الأمور قد تم احتواؤها؟ بكل تأكيد كركوك معرضة لمشاكل أكبر وفوضى أكبر واستقرار وعدم وجود استقرار سياسي وإداري أكبر عندما تتخذ أي قرار دون الرجوع إلى أهالي كركوك. الاتفاقات السياسية التي يعول عليها البارتي في التفاهم مع الكتل السياسية في بغداد لا تجدي نفعا. الحل الأمثل لكركوك هو الجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على حلول مستدامة لكركوك. المشاكل المستمرة في كركوك مرت عليها 20 عاما دون حل، وأؤكد لكم ولجماهيرنا الكرام ولمستمعينا جميعا بأن لا يوجد حل لكركوك دون أخذ رأي أهاليها الأصليين. كركوك مدينة عراقية نفتخر بها، لكن لا نستطيع إنكار الثقل التركماني بها وأنها راعية لجميع المفاوضات التي من المفترض أن يكون حلا لحل مستدام للمواطن في كركوك. المواطنين في كركوك يأسوا من المشاكل وعدم وجود الخدمات والمشاكل السياسية وعدم وجود تفاهم في حل إدارة كركوك. يجب على بغداد أن تتفق على حل طويل الأمد بمشاركة جميع المكونات في كركوك ليكون حلا يرضي جميع الأطراف.